واحد، السلام عليكم، صباح الخير عليكم، صباح النور. ان شاء الله تصبحوا بخير وعلى خير. اش عرفكم بلي هذا الصباح مهم عيني يعطيكم الخبر. كيف ما كتشوفوا دابا فقط دابا الويكند، ما صراحه ماشي ما عنديش ما ندير، وانما كنت كنحفظها نتوما البارح في الليل ويلا نايضه زعما باش نكمل. ولكن قلت علاش لا، جاتني واحد الفكره ما شاركش معاهم اليوميات ديالي. فوالا انا نط الكوزينه باش نغسل الماعين، ما تخافوش ما نديرش لكم روتين اليومي حيت ما عنديش اصلا المؤهلات ديالو. بغيت نشارك معكم شي حوايج اللي فريمون كندوزوهم بصح، وقلت علاش لا، المهم منها ندوز الوقت منها نشاركهم معكم. نغسل دابا الماعين والبرد. ثاني حاجه تكون شفتو كوزينه بحال اش دايره. المهم الا كنتو مهتمين نصور لكم الدار بحال اش دايره، وانا متاكده باللي غادي تخلعوا ولكن بخير الحمد لله، حيت ما كنلقاوش شي حاجه اللي بثمن مناسب وتكون نقيه. راكم عارفين ملي كتجي يعني طالبه بوحديتك او واخا تكوني مشاركه مع بنات، ما غاديش تقدري تكري واحد الحاجه اللي غاليه، عاد باش زيدي الموضوع وزيدي المصروف وزيدي شحال من حاجه، عاد باش كتوبه باش تقراي، يعني كتولي ما عندكش مشكل فين غادي تسكني، انك مغطيه على البرد مستقره وبخير والحمد لله. كنتو مهتمين نوريكم، ما كنتوش مهتمين بالزعطة. المهم كملوا معايا. فوالا شوفوا انا شنو لابسه، راه السن ديال البرد. غادي ندوروا الكاميرا شويه باش نوريكم فطور اشنو وجدت. هذا غير زيت العود كان باقي فيه شويه، وامل هو اللي باقي عندي من داكشي جبت معايا، وسخنت شويه الخبز، عمرت بريريدي ديال اتاي، وصافي. هاد القرعه ديال المر في الصباح ضروري، هاد الزرقاء ديال صاحبتي، وعندي انا واحده خضراء ولكن دوماج كنت دايره فيها الدواء. دابا نشارك معكم الدواء اللي كندير في الصباح ديال فقر الدم، ولكن دابا ما بقاش عندي هذاك البيض بلدي، يعني ملي نعاودو من جديد غادي نشاركو معكم. وديما كنكون معمره هاد القرعه ديال جوج ايترو. ايوا صافي، يعني كنحاول انني نشرب الماء بزاف خصوصا في هذا الجو يعني كينشف. وهنايا هذه بلاصتي، وهنايا هاد الورقه كنحسب فيها النهارات اللي شربت فيهم الدواء. دونك ما غاديش نوريكم البيت فين ساكنه، وما غاديش نشارك معكم كل شيء حتى تطلبوها مني. واو فوالا، هكا كندوز صراحه الصباح، ولكن غير فاش كنكون ما قارياش. وسست البيت صراحه هاد السيمانه، كنت صورت لكم يا سلام، ولكن ما كانش عندي الوقت. دابا كنفطر، نكمل فطوري وغادي نوض نصايب باش تعرفوا انه مره كنفطر وما كنتغداوش، مره ما كنفطرش كنتغداو نيشان، مره الا تغدينا ما كنتعشاوش. احنا غادي الحياة كتستمر. المهم هكا كل مرة، واش مرة واش موجود عندك، مرة ما موجودش عندك، ولكن الأهم في الحياة كاملة اللي خاصكم تعرفوها هو الصبر. ومادام انك مشيتي على واحد الهدف يعني اللي باغاه خاصك تقاتلي، سواء فشلتي فيه ولا نجحتي فيه، ولكن القتال هو القتال. ما تبقايش تسناي لا خاص يكون عندي كل شيء كامل، لا خاص يكون عندي كل شيء واجد. كيجيو لحظات كنبكي وكتحسي براسك مغربه وكتحسي براسك بوحدك، سيرتو البنات اللي ما عمرهم ما خرجوا اول مره عيني دمعوا، كتكون قاصحه. ولكن الحمد لله، يعني اي حاجه خاصها الصبر والقتال والكفاح الا بغيتو توصلوا. وحتى الا ما وصلتوش كيبقى القرار ديالكم واختياركم هذاك، يعني نتوما كتحملوا مسؤوليتي، ولكن كونوا كابابل كما تقول لي يا ماما هذيك الصقعه، كوني كابابل. الحمد لله. قلت لكم نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه قبل ما غادي نصايب الحليب. انا واحد الحاجه ملي كنوض الصباح ما كنغسلش وجهي،
أفحل المهم فأنا هكا أغسل شوجي في الصباح، أغسل شناني فقط وصافي. يعني إلا ما كنتش هكا قارية تكون كمال عاد كنمشي دايره هاد العيبة هاد الحقيبة بسيطة هاد الصويق ودايره فيه داكشي اليومي اللي كنحتاج. إلا بغيت نشارك معكم أشنو فيها قولوا عليا، حيت دابا مغاديش نقول لكم شنو فيها، مي غنقول لكم أشنو كنستعمل. كنستعمل جيل نيتوايون ونخليها حدا المرايا، هو دونتيفريز حدا المرايا. جيل نيتوايون كندير ديال كلين كلير، دابا كريمي ما كيرغويش يعني مناسب لهذا الفصل باش بشرتي ما تنشفش. ثاني حاجة كندير هاد المرطب ديال اوغيفلام، ديجا شاركته معكم ديال اسانسييل الحب زوين ديال بصح ديال الطب تحسي بشرتك ديال الحياة. وهذا ديال اوغيفلام حتى هو كنديرو الايديه. يعني هاد ثلاثه الحوايج جيل نيتوايون كريم مرطب، هاد كريم حتى هو مرطب ديال اليدين ما كيخطاونيش اخوتي خصوصا فهاد الفصل ما كيخطاونيش. خلينا من هذيك كونتخصولاي وداك التخربيق كنديرو مره مره وما نكذبش عليكم باش ما نافقكمش اكثر. يا ما كنكون قاريه بحال هكا الصباح ولا العشيه كنلبس حوايجي كنبقى تزيفي كندير البافيت ديالي كنهز كتبتي وكنمشي نقرا نيتان كنبقاش نفكر اشنو ندير لوجهي نهائيا. واش تقلب كنت اول حاجه كنفكر ليا شنو ندير في وجهي وشنو 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 ما عليناش. ثاني حاجه وهي هذا المسك الاسود حتى هو ما كيخطانيش ونقول لكم علاش خديته من بعد وفي الصباح. المهم البنات ضروري انكم تبدلوا الفوطه الصحيه ديالكم، وكنستعمل هذا المسك الاسود قطيره في الفوطه الصحيه باش كتبقاو وما هادوك بنات وصافي كتحسوا بالانوثه. واو عرفتي حسب واحد الشحنه ايجابيه ما نعاودش ليكم. يلا قطعت الابيل مع ماما وبابا وخوتي يلا هضرت معاهم ما نعاودش ليكم على احساس ودموعي على صبا. غنخليكم هنا ولا لا تشوفوني ملي بصح كنت كنهضر معاهم. اي فوالا المهم نكتب فيها كنت انتوما كيف ما شفتو او حبيتها وعجبتني وهنايا كيعطوك نصائح المجال اللي انا كنقرا فيه. مهم هنايا فين وصلت كنكتب فيها لي كونترول اللي عندي، النصائح اللي كيعطينا البروف. مثلا عندي شي غوشيرش، عندي شي بحال عندنا اننا نطرحوا ايدي لواحد الكور ميتراج خدامه فيها كنكتب بقلم الرصاص باش نقدر انني نمسح. علاش اخوتي ما تشوفونيش؟ كنكتب بقلم الرصاص باش نقدر انني نمسح خصني نقدر بحال هكا باش نقدر انني نمسحها. اي فوالا كنكتب فيها الشرح ديال الكلمات وانا فتاي. شفتوا المنظر الخلاب اللي كنطلع عليه كل صباح؟ بدا كيظلم الحال وكيف ما كتشوفوا غنوريكم واحد الحاجه واحد المفاجاه. هانتوما ما عندناش الضوء دابا اكثر من 3 ايام كنبقى جالسه في الظلمه وكنكتب في الظلمه وكنحفظ في الظلمه كلشي كنديرو في الظلمه كنضوي غير بالتليفون. المهم الحمد لله اليوم ما غاديش نكون بوحدي، جات البنت اللي معايا ويلا نمشيو عندها. عفوا قبل ما نصور لكم في الساكنه غادي تشوفوا غير هذا الشيء غادي تعرفوا شنو بغيت نصور لكم. المهم نوصلوا شي حاجه نصورلك شي ما عنديش مشكل. هذه هي صاحبتي اللي ساكنه انا وياها كاين هاد الزحماقي اللي كنموت انا وياها بالجوع الصراحه الحمد لله.
كلشي بخير. منين جايه شي حنا ما كنموتوش بالجوع. ما زعما قلت لهم الا فطرنا بعد المرات ما كنتغداوش حتى العشاء، ولا تغدينا بعد المرات ما كنتعشاوش، بعد المرات ما كنفطروش. انا كليت، هي باقا ما كلاتش. ناكلو دابا شويه نقدروا عاوتاني ما ناكلوش في الليل، واخا ما تغديتش. وزوين هادشي، دير زعواش الحياه تستمر. كنكذبوا عليكم في الانستغرام. مقصحة ومقفرة علينا، وكنحطوا هاد التصاور في انستغرام. انتوما كانتوما فاش يلا عصرين في الصاله ديال 5 دراهم. شفتوا ما تبقوش تثقوا في الانستغرام. كيبان فيه لاستيك وقالو كنتمشاو بالزربه. المهم ما صورتش ليكم كلشي حقاش دايره، وما كنقدرش نتحكم في التليفون غير بالزز. وزائد الصراحه ما مشيناش شي بلاصه، يعني غير بلايص عاديين. هبطنا لواحد البلاصه فيها البال بزاف، ومشينا شفنا شحال من محل، وخديت واحد جوج اللعيبات، وفقست الهام. كل مره كنقيس حاجه نقولها كي جات تقول لي لا 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 ما عندناش فلوس. المهم لقيت واحد جوج لعيبات رخاصين وخديتهم، وما غاديش نوريهم لكم حيت ما خاصهمش يتشافوا. اي فوالا، نكملوا الفيديو ملي نوصل للدار. نشارك معكم واحد الاكله زوينه. المهم راه الضو كاين في الكوزينه ماشي في البيت. شي عش جالسين هنايا، الطبله كاينه لي مزناهاش. هانتوما كديروا البيض ياك، كديروا مطيشه، وكديروا عليهم مايونيز، كيجيو بنانين وحق الله الا بنان. اصلا ما كتشبعش منه زوين. ايوا صافي، شي خفيفه طريفه بركة. هي دايره الريجيم وانت انا دايره الريجيم. باغا تردني ما كنبانش، وصافي كنحطو معاها اتاي وصافي. هذا مكان بصحه وراح جربوها، تفكروني بقاو ديروها وقولوا قالتها خديجه كتجيب لينا.